حبيبي شرطي بلدي وانا بحبك فيه رسمان وبدلي رسمي صفيرة وبتشي ريدوا فيها كل الخير لو بدنا ما بيمشي السير ومثل السير صاير قلبي بيمشي بيوقف عالصفير حبيبي شرطي بلدي وانا بحبه كتير كتير هيدي كل ما تغني لي اياها بحس حالي شغله كبيره. اول مره غنيتي لي اياها حسيت حالي اهم شرطي بلديه بكل بلديات البلد. ثاني مره غنيتيها حسيت حالي رئيس الشرطه. بشرفي غني لي اياها بعد مره بركي بصير مدير عام البلديه. ضلي غني له اياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه. حج لابسون اسكت فرح في احلى من هاللبسه. معه حق بطلع تقاعد وباخذ تعويضه وبدل ما البس نص نهار بلبس نهار كله مكيفه وساير بده يمشي. بشرفي غني لي اياها بعد مره. الله يخليكي. خلص عيسى صارت ثلاث مرات ويكونوا اربع شو زبونات متلين بعضهم. بركي مره رئيس الشرطه كبسه وشافها كثير كسر وقاعد عنا. رئيس الشرطه ما تعطي لهمه منه ابن خالته. بركي مره رئيس البلديه منه ابن عمه رئيس الشرطه. طيب بركي مره المحافظ منه صهره لرئيس البلديه وساير بده يمشي. طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير. ساعتها السير بيفتح وحده ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب ويدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم وبلد بده يمشي. حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك قل له خلي يعمل لك دوامك عطول بالنهار. حج يوم هيك يوم هيك وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا. ما هذا المطلوب لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس وإلا ما قلها تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل أكتر مني؟ لك كيف أكتر منك كحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه بالليل. الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها بالليل. الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك منين جيبهم؟ بالليل؟ أيوة فكرك هو بالليل بدايم مفيح بالشوارع والبيوت ولا بيسمع عن الشبابيك أخبار الناس. يا خيي بدك مرق الوقت شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى منتسلى بأخبار الناس نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم يا محلى المسلسلات. اوعى تقرب صوب بيتي. ها يه وبركي فات حرامي وسرق لك شيء مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك خصوصيتي. انا حرامي يا فرح مثلك مثله على قليل هو بيسرق الغرض بياخده له انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس. طبعا مش حلو الانانيه. انا فهمتك شباكي اوعى تدردر من تحته فاهم بامره. اه دخلك اتظبط البراد؟ لا طلع محرون المطار بده غيار. حكيت شو هالرفه؟ لا يا مرت لا وكا فرح مين عم خبر انا؟ انت يونس يومنا وعمي ومرت عمي وعمتي بزياده وخالتي. سمعت شي غير هيك؟ وحياتك لا ايه عاد شو ما عندي شغله غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم بدي الحق قبره مع الكل. مسؤوليه كبيره يا يومنا عن اتعب عن اتعب. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. ما قلت لي شو عالسر بشفيقه وجوزها؟ هيئتهم بدون يتركوا منير وليلى هيئتهم بدون يرجعوا. عرفتي عن رفايل؟ دبر المصريات ومخيل لا الدهبيات رنا تركي دول سليم منى ظهرت مع فهيم سنا زغطته الحليم. لا انت ما خصك برمشك لهونيك. عندي كم شي اخبار لك يا يمنى.
عرفت شو صار بسهيلة؟ طلع معه صبي. ليش عرفك؟ ما نشرت الباب بالباب. عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك. حدا عم بصف قدام المحل. ملكوخة وش سهيل دخيلك يا عيسى فيل قبل ما يشوفك هون. ايه علينا وعلى خوش سهيل. يا اخت زبون، زبون وعم بشتري صباط الاجري، له شيء مع اجري؟ لا. واي معك حق هيك لما بكلها مضبوط. فرح اعطيني صباط. لمين؟ لإلك. ما بدي صباط، مش عايز، عندي كتير. لك له تمويه. تمويه بالصباط؟ خليه معك وبس يفوت مستر سهيل تعمل حالك عم تشتري. منك هيني يا يمنى، شيء قليل انا انغرمت فيكي، انا وياكي نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شيء ولا عندك شيء ما عندك شيء؟ شو؟ عم قول، اللي عندك ايه ما عندك شيء ولا عندي ايه ما عندك شيء؟ تفضل. شو هيدا الصباط احمر؟ انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟ لك شو فرقنا معك ولخيي؟ شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟ فهم عربي هيدا منظر للتمويه. وإذا تمويه؟ حتى التمويه له اصوله، شو بقول عني خوشة سهيل بلا ذوق؟ ما بيهين علي ابدا. قديش حقه هيدا؟ $40. ولقلنا؟ $45. قديش رقمه هيدا؟ $43. ولقلنا؟ ييه علينا؟ لك يا عيسى، يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت بس سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه؟ ايه فهمت عليكي، هيك لنعمل بروفا، فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا. اهلا رئيس عيسى. شكا ولد عم نعمل بروفر جاي بعدين. ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين بعضه على الروبا. روح مشي السير انت. كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم. انتو عم بتمشي السير وزعهم اشهى البابور. بس انا ما بعرف مشي السير. شو بدك شهاده يعني؟ بايدك اعملها هيك وبالتاني هيك. والفلايرز ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله؟ هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟ لا هالمره الجماعه دافعين منيح. يا جماعه احذيه مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوت ل 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. لا هيدا اسم المطبعة. معك الجوز بيطلع لك جوز؟ هيك كاتبين. هدي هيدا تروح نشتري من عندهم. وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون، ما قلش لك الشغل. انه انا ماشي السير؟ ايه. بركي مرق رئيس الشرطة. ما انه ابن خالته. ابن خالتي. بركي مرق رئيس البلدية. ما انه ابن عمته. لرئيس الشرطة. بركي مرق المحافظ. ما انه صهره. لرئيس البلدية. وسير بده يمشي. يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل. ليش انت عم تظهر من المحل؟ مرحبا. يا هلا. ولك لا انا زبون عادي، هيك بستقبل زبون عادي؟ انت مش زبون عادي. ولك تمثيل تمثيل، اشك ضعيفه بالتمثيل، نسيني انا مين وفوتي بالشخصيه. يلا تشوف. اوكي يلا تشوف. مرحبا. يا هلا. كيف الامر؟ الحمد لله. خليكي بالشخصيه، هون محل صبابيط ولا محل بقلاوه؟ يا خليكي بالشخصيه. صبابيط نسيو مثل ما لك شيء. ابشك هيدا محل حلويات. ادي لك حبه. لا ما في احلى من هيك. ميرسي كثير. بالشخصيه. لك اي شخصيه كلمه بدوب. انت مصاحبه؟ ايه. ولك نيال قلبه امه دعيت له بلاد القدر وحلو؟ ياخذ العقل. ذكي؟ كثير. مهضوم؟ كثير. اذا بدك تهدي صباط اي واحد بتنقي له؟ هيدا اللي لابسه. كيف؟ هذا اللي هديته يا بعيد ميلادك، قصدي ميلاده. انت كيف صاحبتك حلوة؟ انا مش مصاحب. كيف مش مصاحب؟ خليكي بالشخصية. حل عني انت والشخصية. كيف بدون مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟ التمثيلية هيدوك حياتي. انا حياتك؟ حياتي وقلبي وعمري. اذا بتريد خليك بالشخصية. لو بتطلعولي من الشخصية انت وياها وكل واحد بروح على شغله كون ممنون عنكم. قول معروف بس ياخذ صباتك ومشي. نعيما. شوف اهلك شكرك هنا انت وياهم. شو يا ست يمنى؟ شو عم بيعمل حضرته هون؟ انا قالوا لي الجيران انه ضلوا ميطع عندي بالمحل، انا قلت ساعه ساعتين ماشي الحال، بس مش النهار كله، ما بيصير. انا اقول لشا السير بيضلوا عاشق برا، تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالاي سي، وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الاي سي مركبه لحضرة جنابك انا. ميرسي. كيف دوامك انت يا ابني؟ يوم هيك يوم هيك، يوم بالنهار ويوم من عشية. رح قالوا لريس يعمل لك دوامك دوين من عشية. ميرسي. بركي بريحني منك وبريح الناس من العشقة، ما بيصير هيك، يومية السير فوق بعضه، بعدين الشارع بصير مسيوط بالعشقة، والناس بتبطل تقصده، بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟ مش شايب اصبع. واحد بس؟ ايه باصبع واحد. قصدي جوز واحد بس؟ ايه. تفضل، اطلع على شغلك. ما بدي اشوف صورة وجهك بقى هون، هيدا باب رزق هيدا، مش نادي البلدية. ميرسي. عند مين بيجي هيدا؟ مش عندي ابدا. لعندي بس سهيل، بس انا ما بعطيه وجه ابدا. اذا بلا وجهه هيك كيف لو تعطيه؟ كانوا بيفرشوا بينهم هون. مين قال لك ما عملها؟ ما بيهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون وزبون الشرة، بدنا نسيره على طول ونضل نحكين له، ليه؟ لأنه زبون. دايما على حق. برافو، يلا تمرين تلاقيها على السريع، اعملوا لي مرة اكزرسيس التواصل الزبائني، يلا. برامير بارتي. ايوه
دوزيام بارتي. اهلا وسهلا مسيو. امار شو فينا نخدمك؟ بدي صباط اسود او بني ناشي او لميع مشريط او بلا شريط. شو انتو فرشوني تكرم عينك مسيو. ايه هاو هيدا $50 ليلك ب30 نص حقه صدقني مش بالرسمال. طبعا مش بالرسمال، نحن بنربح قليل لنبيع كثير وبضاعتنا من كاسه ايمانا منا بحمايه المستهلك، لذلك لازم نغري باسعارنا وخصوصي انه هيدا نتي شو مرتب عامل تنزيلات قويه. عزيز شو مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطله 100 ب 5000 ومحكي الزوز بتاخذ زوز. It's coming. هلا هيدا اسم المطبعة. تعال شوف قد ايه عطيك لتوزع هيدول. $20 حد هيدي 30 واعطيني اياهم. خذ هالزبون وسكر. ما في غير طريقة، لأنه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته، لذلك لازم ننزل نزلي نزلي تما تنزل أرباحنا، ننزل تحت 600 أرض. روزيان بارتي. واو شو هلا بمشرك يا مدام؟ يا شو ليبي عشرك يا مسيو؟ مش معقول كأنه إلي؟ مش معقول لبسك لبس. هيدا ديري شو بنفس الوقت كلاسيك. هيدا كلاسيك وبنفس الوقت ديري. بس شي غرض ما في منه، شو منون؟ ما في مقطوع. بس زينا. هو ما في، بس زينا. يعطيكم العافية. ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه. يا خليك يونس اليوم فرصته؟ ايه لا. لا سوري لا. وينه؟ يونس سلفن بشوي عنده مشكلة عائلية صغيرة. شو ساعة وبكون هون؟ خير بعده هين نبو عصره ومرته؟ لا ايه سوري ايه. طيب والشغل؟ شو خصني أنا بمشاكله العائلية؟ في شغل بده يمشي. أيوة لذلك أنا مضطر أقسم له ليونس. أيوة لأنه الشغل شيء والشيء تاني. ايه شيء تاني. بس يجي خليه يحكيني ضروري، هيدا لازم له غسل الوقت للتاني لأن هيئته ما بيفهم عربي. يقلع له لمشاكله، إذا مش قادرين يتجوزوا، لشو بينفسوا بيعملوها؟ شفت؟ يا حو أنا عصفور تيار. يا نوسك! بلا هالمسؤولية، لكن ناقصكم شي بضاعة؟ مش شي بصبع أستاذ. ها، تفضلي، سهل السير ما أحلاه، تحرحت العالم، هلا الزبونات بلشوا يكروا على الخفيف. مرحبا. مثلاً. أهلا وسهلا مسيو، أمور. بدي مش جاي بصبع إذا بتريدي. ما في. بس جاي هنا. ايه هو ما في بس زينا ما بلاقي هون بالشارع ما بتلاقي مقطوع بقى فيي تعبت مش طايقته هيدا النوته قد ايه بدي ادلملك بماسك انا اهلا مدام مش معقول شو لعبت لك مدام بعرف ضيق بس بيوسع اللبس مدام هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام بقى فيي حمل ضميري وب $300 بالشهر مش عارفك ما تعرفش قد ايه مكرسح فكرك انا مبسوط قاعد اصلح بسرام الناس نعليات كعبيات فرضه من قدام فلته من ورا كل نهار وجه وجه السرامه صاير بحكي معهم اوقات بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس على قليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا اللي بدك اياه في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه وصل وصل مين سهيل بدك له يونس جائر جار العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفسي يقول مرحبا هيئتك ناقده لك الله يساعده سمعت نشوف شو القصه يا حنا رفك شو حشره واتصلت اتصل مرحبا شباب اهلا يونس يونس ليه تاخرت على الشغل بك شي شو بك يونس صاير معك شي يونس سألوني بعد شو نصة يونس حدا بو شي يونس خير ان شاء الله يونس اهتموا فيي بعد مش عم تحسسوني باهتمام شو في يونس ما بدي هالقد انتو كمان ما في شي اتخنقت انا ومدامتي انتو مين انا ومدامتي اتخنقت انا ومدامتي مش يصير لك اليوم لا هالمرة سكور علي صوتنا منيحة بعضنا دقت برجوليتي تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي وأنا ما بهين علي أبدا حدا يدق برجوليتي الدق بالبدا إيه إلا برجوليتي طب خبرنا شو في إيه شو قيل إيه أنا مش طالع من أمري شيء بشو إذا بتريدوا بلا حشرية مش ما طلع عباله يدخل يدخل مثل ما بدك يا خيي ماشي يا عمي ماشي دي عرض منيح لوين رايحين ولو اذا انتوا رفقاتي مش رح توقفوا حدي مين بده يوقف يا عيب شو يا خيي اذا دخلنا بتقول عنا حشريه واذا فلينا بتقول يا عيب شو خليكم حدي بدون حشريه اه فهمت عليك شو قال قال انا مقصر انا بشو اذا بتريدوا بلا حشريه يا الله بس خليكم بشو مقصر انا شو بعد بدك شو بعد بدك يونس انا مش مرتك اه والله شقه اشتريناها لفرش فرشناها مصروف امنا لها شقه قلت شقه قلت قلت شقه تبع جديد قولوا معي شقة اشترينيلا هرش فرشنيلا مصروف أمنيلا سيارة جبنيلا لا بعد عم فتش لها وحدة
بس قديش بدي لحق تنحي انا؟ مش ناقص شيء على بناتي يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حتطلع بناتي، هيدا عدد المصاريف، بتعرف شو يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، نتوياج وراسي ضاج، عم نام على الواقف يا جماعه، عم بشتغل دوامين، بنهارها وما نسرامي اجلكم عشيه هونيك بين السكرجيه حشاكل ويا ريت تعجبها، بس امبارح خلص وصلت لحدها، دوامين ما عاد في، تركت المطعم. قولي ايه؟ نعم يي تركت المطعم. ليه؟ قولي ليه؟ ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهج الجلبوط، ما يغشكن اسمه ابدا، اذا تساوم بيشرقني، زبون دويم اسميك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لي يفتح بلقناني وبصمس عمين؟ عمدامته. بس امبارح تخنا كثير، امبارح صار يزنخ عمدامتي. لا مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، حضرتو قاعده لطشها ويغمزها ويغزلها. لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء، يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقلي دم الناس. عم بزنخ على مدامتي. طيب منيح ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر. نعم ما شو عمول طبيعي تلفت النظر. هلا لهم بالعادي غمزوها بس مش بالعينتين، هيدا غمد وحده فتح وحده. يا عين الشوم مش هون القصه، بيبعث لي ورقه مع الويتر احذر شو مكتوب عليها. يقبرني الله. لا لا لك لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي، بس الورقة إلي بدي شو فكرني هيدا. بكون مش عارفة مدامتك. رديني الورقة مع الويتر كتبني له عليها هيدي مدامتي، بعتنا وحدة مش فرقاني معنا، بعتني له وحدة احترم حيلك أحسن بعت لك ورقة موسخة. ها بعت لي هالورقة لك شو مكتوب عليها؟ تفضلي. لا مكتوب لا كذاب. وحياتك مش كذاب. مكتوب كذاب مش مدامتك. شو بكلفنا القمر؟ مين يعني القمر؟ يعني مدامتي. لا يعني مش مكتوب لا. إيه هذا سيدة كثير تضربه يا ملا. والله انا بشقفه نفس الشيء بس عهو. كيف هو شقفني؟ بس انا ما عاد في تفكير، سكر راسي علي وعادي شمرت عزود نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي مش عندي عصري بقى. برافو عليك. برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم شحطنا، قالنا يلا اطلعوا لبرا. لا يا بيم روحوا من وجهي. روح يا مرسيدس. قلت للمدامتي عربي يا ستر وين خلينا نسلم. مشي مشي يا سكس ويل. طيب شو قصه مرتك بالموضوع؟ زلمه تطلع علي وغمزها، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات. بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني. تفضل انت مسموح بس مرتك لا. اعوذ بالله انا وافي لمدامتي، ليش انا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح. خليك طفران. هذا اللي عم نحاول نعمله. هلا بعد ما شوبتني شو فهو القتل اللي اكلناها صار بتشراني على الطريق، نحن رجعنا على البيت. مرحبا. اهلا انا عصبي وسميه وما كيش لازم اعمل هيك وهتتني شغلتين وانا جايين فينا كيف شغلي وحده؟ طيب معها انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلها كرمال شافت وعد بلا اخلاق. يا فرح انت محلي شو بتعمل؟ انا بوصلها على البيت وبفل. هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما. رجال خلت تتربى وسكرت خطي كمان. رجال خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش احرن. رجال خلت تتربى، والليلة مش حسرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتك. واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟ لا لازم تعتذر والا. والا شو؟ والا وين بنام؟ رجال بركي بتربى. امبارح من الليلة حجي لأمي قلت لها جاي نام عندك الليلة بحيث انكسر فينا التخت امبارح ووصينا على غيره. شو قلت لك؟ رجال خلت تتربى. ليلي شو بقى نعمل لحجي؟ دور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشية. هيا تعتذر. انت شفت 36 مساج اللي بعتتهم؟ فرجينا شو؟ انت تعتذر ايه؟ الاهلين بوجور. اهلين شوفي شو بعتي. سوري يا رايت بعتي سوري. بدي اشوف هيدي بليز. شوف المساجات كلهم. في 35 36 مساج عم قلك. لك لالي؟ لالي الا اجري. ايوه هيها الا اجري، بعتت لي ما بدك ترد الا اجري 36 لا اجري بعتي. شوفي شو عندها اجرين، بعتت لهن اجر ورا الثاني. حلوه؟ لا مش حلوه ابدا، مره تحكي مع جوزها هيك مش حلوه ابدا. بس مش ظابطه. وزا مش ظابطه ولو بتقلي الاجري. بفتكر ضايقه شوي. ضايقه على كل الناس، ونحن بس اللي عايشين بضيقه ثلاث ارباع البلد هاي. ما في غيرها. ليش انا في عيش مع غيرها؟ ما هي ام ولادي بالنتيجه وبحبها ال. انه اكبر شوي. شو خص العمر؟ هي بتفهم بس امبارح امبارح شو صار لها؟ اوسع نتفه. كيف؟ اوسع مشان تفوت مرتاحه. هيك بقاش اعرف. حبيتها. بموت فيها. حلوه ما هيك؟ مثل القمر. انت شو رايك؟ بقاش لي راي. لمين لبعض؟ بس مش متفقين. حلوين لبعض. شو نفر حلوين اذا بنضل مقبرين؟ بس مش اوريجينال. هلا كل ما اثنين تقبروا ببعضهم بصيروا اوريجينال. كلف هيدي رجعنا. جوزي رح يحبها كثير. شو هي بده يحبها كثير؟ لسكربيني. ليش مين كان عم يحكي مش يومنا؟ انا لا عم عد كم اجر. قلت لك 36 37 هلا وصل واحد. ميرسي. اهلين. سوري مسيو مش حضرتك بتعزف بمطعم طلعنا على الضو؟ كنت. شو صورتك على الفانو قدام المطعم؟ كنت. انا بصراحه ولا مره حضرتك، بس جوزي من الفانز تبعك. جوزك من فانزاتي؟ كل ما نمرق من حد الفانو بيقول لي هيدا الزلمه فنان كبير بحب يحضرك كثير، بروح كل ليله على مطعم كرمالك. لك جوزي زبون دويم عندكم لازم تكون تعرفه. شو اسمه جوزك؟ مرهج الجلبوط. مرهج الجلبوط ما غيره؟ ايوه. يا هلا. بتعرفه؟ ما بعرف غيره. يا هلا كثير بحبك. بيموت فيي. مدمن
مهووس علي. بحكي الليلة ما تنكر مالك. ايه كرمالي ايه بحب لي طلطي. هو هيك بيقول لي. وبيقول لك الويح اكيد رح حبها كثير. شو هي؟ لسكربيني. بك شي مسيو عم تغمزني؟ ولك يقبرني الله. مسيو شو عم تعمل؟ شو بكلفنا القمر؟ قلت لك انا مجوزة. مش فراني معنا. قلت لك جوزي مسيو شلبوط. ما لانه شلبوط مش فراني معنا. يونس ليش عملت هيك؟ عم رد له اياها على السريع تتشوف الدنيا شو صغيري والله شو كبير دغري على كعبة من رده نحن. رجال. خلو يتربى البيش كرمالي يا نلي عليك يا اشك معطره لك يا يونس والله عيب هيدي سبرتنا وكل يومين ثلاثة بتيجي تاخذ سكربيني تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبيسكتها بسكربيني هلا المهم الليل كسر الشر وروح صالح مرتك شو يعني اعتذر انا منها ليش لا فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه هلا في يتخطيه بس مش هالقد يمنى اذا بتريدي شوف المدام شو بدها بتقلك ست أدل إنه اللي عملكم برح مش حلو أبداً لأن هي ما عم تحكي معك فرح إلا لست يومنا خلت إلا لست أدل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت بيقلك هو مثل ما بدي بدي أعمله هو الرجال بالبيت أيوة قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين مزبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين مكان مدري وين ما تغيري يومنا إلا المرة بتتصرف غلط بتحضر جوزة زملة أكتر من هيك لأنه اللي عملته مبارح هايب ما بنعمل ما بيصير تعطي وجه لزبون جلة مثل هيدا وجوزة مثل الله واقف وراها بعدين أنا ما رحت نمت مدري وين أنا رحت نمت عند الماما وإذا عينك تعمطني مجدرة أطيب من مجدرتك مليون مرة هاو كلهم بدي يقولون؟ بعد فين؟ أه والله بعدين مجوزك بياكل أنينة على راسه بتروحي صوبه لتشوف شبوه مش صوب صاحب المحل لتراضيه هيك عملت؟ إيه نعم عين قولي له هو بيعرف ليش أنا رحت صوب صاحب المطعم لأنه إذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثة بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين مظبوط بدكم بدوامين مش مخلصين إلا ما بعتتني حصميت لحليب النور ما بعتتني حصميت لحليب النور ها هلها من عندي كيف؟ قولي له في عائلة برقبتها وبدنا نقوم وجبتنا معها في عائلة برقبتكم ومفروض تقوم وجبتكم معها برافو يومنا حلوة يا مفروض إلا أنا بعد مش شايف عائلة من أربع تنفس تصرف هالقد وبعد مش شايف عائلة من أربع تنفس تصرف هالقد ولا أنا قولي له بنيته مصروفهم كبير وأنا ما بحب نقص عنهم شيء مش مفروض شو بعمل له إذا جبنا بنتين إلا أنت جبتيهم مش أنا أنا بجيب صبيين أنت كيف؟ لا رجع عملت لي هذا رجع عم بمزح فكرت قولي له سمعتها مش حلوة أبدا ابدا انت معي ولا ضدي ما فاذا الا انا عم بعمل اكثر من مقدوري يا حبيبتي عم يعمل اكثر من مقدوره يا حبيبتي مين حبيبتك ولا قصدي حبيبته قولي له بنيته كبروا اسمان لو مصروفهم زين سمعتها الا مين قالوا يكبروا بهالسرعه كيف ينطروا شوي تا ترحرح هيدي انت حرطتي وتكبروا بهالسرعه اسم الله بقول لك سمعته قولي له حشي خبز مرات صحن دخيل الله الا انا ما بخبز مرات صحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها انت اللي عم تكبر بالكلام انا جاي لعندك لاطمن عنك وانت قاعد عم تتمرجل علي انت جاي تطمني ولا تكفي مهدتي انا مش عم هدك هيدا واقع كيف ما كفي انا مش مستعد كفي على حساب كرامتي انا ما عم اقول هيك شو عم تقول لك انت عم اقول انه لازم الاقي حل انني مصروف هيدا الحد الادنى فاذا ليه انت الحل فكري ارجع غني بالمطعم اعوذ بالله فاذا انت لاقي حل اصلا انا مش عم بحكي معك ولا انا بدي سكربيني سودا بليز ما في مقطوع بس جايينا قولي له بعدني ناطره الحل لمين مش انت سوري مش انا قلت سوري ايه هيدي زبون يا فرح الا تعال البيت بنفهم هونيك قولي له مش بزحزح من هون قبل ما نلاقي حل الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا سالي شو البديل الا ما بعرف بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي هيدي بالنتيجه ماي وايف قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده فكره انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي شفت كيف انا ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك شفت كيف انا عارف حالي شو عامل اكلت قتلي بس عارف حالي شو عامل ولا ما فيكي تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بامان محاطه بالرجال خلي يتربى هو بيعرف اني بحبه هي بتعرف اني بموت فيها مستعد اخسر الدنيا كرماله ميتو مستعد اضحي بكل شيء مشانه ميتو هو بيعرف اني بموت بشكله وهدمته وحنيته ميتو بس ما بحب الا اخواته ميتو خلص عمره ما يكون شغل خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك ميتو هيدي الك تو مي شو مش حالكم منيح مبين اذا بتريدي يمنا ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي يوتو وين نمت امبارح شريك عند الماما شريك اكيد شريك ليش انا قادر نام غير مطرح شريك ولا رح تنام بالبيت اذا بتعملي لي مجدره ايه تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره ليش عم تتسمسري شريك تكرم عينك حبيبي يا بي يا زلمه بس الدندلش فطيره يا زلمه
عليك العينيه هي زيتها بني عازمك المعروف حبيبي لا اللي قبلها احلى اعطينيها على السل حبيبي يا مي النسوان اشهى المورفين يا فرح ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي رجعنا من الاول حبيبي نزعتي يا حبيبي طب كيف بدنا نقوم الاولاد كيف بدكم تقوموا بالولاد الله بيدبر الله بيدبر الله بيدبر الله بيدبر الله بيدبر الله بيدبر الله يقوم تقوم معك ما فيك تبطش وتنطر ساتشيك من الباراشوت طب شو بيعمل واحد اذا حظه عاطل ما فيك تتكل على الحظ الشطاره مع الحظ والشطاره ما بتكفي في حظنا الشطاره الشطاره بتجيب الحظ والحظ بيعمل شطاره مش ضروري شوفها بجد هي 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 نحن اللي عم نتخانق مش انتو يا مدام حظ ومش شطاره اليوم دورنا تواخذنا سلم تفضل شو بعد بدك رحله شو بعد بدك رحله شقه اشتري نيلي فرش فرش نيلي مصروف اما النيلي شقه ركلت شقه وبن على اليوم طرق على الشقه تبع جديد قولوا معي شقه مشقشقين حيطانه والسقف عم يدلف فرش من ايام بندق بوفتيل مصروف على قد وانجا شو بعد في سيارة خلينا نخلص بهاو يا جماعة طيب شو بعمل؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى ميت عيني عليكي وانا بغار ايه 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 انا بغار بغار لاني بحبك ايه 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 انا بحبك هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟ عن جد عندك ثقة فيي؟ هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟ كيف عندك ثقة فيي؟ انه زلمة توحل وغمزك بتقومي انت بتغمزي؟ انا؟ ايه نعم انت طيب الزلمة غمزها لازم ترد له اياها يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا مفلك لازم ترد له اياها زياره يا اساس وجبات وجبات منيحه من هالناحيه انا ما غمزته يا عيني بلا غمزتي بعينك يا عيني انا شفتك بعيني يا عيني بكون فات شي بعيني يا عيني شو هالشي المكفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني وغمزت بعينه روح شوف شو بقى عينك يا عيني ايه مدام بعيني اكل حال اعترف انت بدك حجتها انا اترك المطعم مش قادر تتحمل تطلعي ترجل فيي وخلصي ايه خلصي ايه بعترف هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه بيناتنا لازم ندبر لها شغلة تانية بالليل شو بدي اشتغل كفرح؟ هاي الله الشغل مش عيب عم تقولي ايه ليش انا تارك شغلة مش شغلها وانا مقضي هالعمر فكرك بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح بتقلي حظ اشتغلت شوفير كسروني عتيل على البور برقوني ولك حليت شو حطوني قولي لي شطارة انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حاضر دخيل الله بلا افكارك على القلب انت قلت لك صار عندي بنتين صبايا ما لانه هيك نورة وميرة يقبروني وانا انت انت حب حياتي انت ايه 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 انت فكرك انا ما عزتني الدنيا لما عدنا ثلاثة شهور بلا شغل ناكل ونشرب عند أهلك الأولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسة المديرة طلبتهم بالقصة قدام رفقاتهم بالصف الموت أحلى من هاللحظة نورة وميرة يبكوا كرمال هالشغلة حطوا حد بالليل واخترعوا أخبار تكينوا غير ناموا هني وضل أنا مفنجر عم صلي بركي الله بيفتح أبوي كنت رافض إنك تغني بمطاعم مع إنه صوتك حلو مرسي يا هلا صرت فتش مثل اخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا محلات الشيك للحظي الشيك تطلب وصفي شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التاليه 01 نايفون سكانر توظفنا بمحلات شو شيك لصحابة سهيل مسهل الله لا يسهل له وانطمينا هون بين الصرامي نحن بالافتر حسبونات فاتي طالعه اشكال الوان هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري جاي لتمرق الوقت وبس وبتطلع العله فيي نزلي هيدي قيسيني هيدي اعطيني هيدي فرجيني هيدي فلتتني واخر شي بتقلك ميرسي اخذنا فكره مجبوره تضلك ضحكتي لا على قوله الخواجه سهيل زبون دايما على حق وعندك زبون جاي شارك على سعره بس ولقلنا 100,000 هيك وهيك 100,000 زبطها شوي 100,000 نزلها شوي 100,000 ولو 100,000 تكرم عينك فيك تقول له لا لا لانه زبون دايما على حق وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا ما معه يشتري بشي تيصلح بضل فايز الزغر عند المعلم فرح هذا عمل له قطبه من هون ونعليه جديده ومبروك بس كثير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه اشتري غيره وريحني انا لو ما عشت غيره كنت تصلحه بس ما بصير هيك هاي سرقه ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت دبيني له لسانه وسكر لي لبوسه فروح من وجه احسن ما يصير فيك مثله وعندك زبون مستعد يدفع حق الصباط بلاوي المهم يكون بالمستوى المطلوب لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك اهلا وسهلا مسيو تشرفنا وين شايفك قبل هلا انا مسيو صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه قديش حقه هذا 400 دولار استاذ بس ما في اغلى 400 دولار معاش الشهر استاذ والله لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمي اجل لك يعني حضرتك هلا رح تلبس معاش باجرك وتفشخ فيه بالسوق ما عندك شي اغلى؟ ليش شعاد اجرك؟ شعاد المهام اغلى قديش يعني؟ يعني معاش مدير شركه مدير عام وشال تكرم عينك فيك تقول له لا؟ اعوذ بالله لا لانه زبون دايما احق وخصوصي هيدا زبون كل النهار طلعنا
نازله شيلوا ضب قرب ورجع فكوا ركب كله ب $400 بالشهر ماشي اجا يكفونا ابيلاسيون لازم ندبر شغلتين بعرف هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله اه. مدامتي عم بتغني هون مثل العادي واللوح تبعها واقف هون مثل العادي والشلبوط قاعد هونيك مثل العادي حبيبي حزبونات فاتي طالعه اشكال الوان والموسيقى عافطه والكاسات عم تبوس بعضها كاس شعوب المظاهر كاس شعوب المظاهر صب الكاس ظهر الكاس لما بيخلصي ليلة السهرة لعبكرة بكرة بعد بعيد صب الكاس ظهر الكاس لما بيخلصي ليلة السهرة لعبكرة بكرة بعد بعيد انسى همك روق دمك بكرة نهار جديد علي كمك مسح تمك دلل كم مبيد احمر لون نبيد بالكاس ظهر الكاس لما بيخلصي ليل السهرة لعبكره بكره بعد بعيد شف لي هيدي حلوه وجيده قدي بتكلفنا روح ابعت للورقه هيدي وعالطاولة تشرفنا خلص خلصنا وبلا هالعيبه يشيل عيونه وعنا روحوا قلوا استحي عالشايبه هيدي مرضي انا هيدي مرضي انا صب الكاس ظهر الكاس لما بيخلصي ليل السهرة لعبكره بكره بعد بعيد هرب يا عجيب رجع يا فروين مرقية دوز ووقف يا سكسوين بعرف انه جوز الاصلي ومش رح تفرق معنا إلا لما تخلص وصلي تشرف تقعد معنا لك زادك طير وراسه كبير ما بتحمل الحكاية رح يركب مشكال كبير ولازم له ترباية لازم له ترباية لا 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 روق حالك طول بالك هيدا سبون دفيع حل عني ما تعمل مشكل أحلالك من بطل نبيع أبدا مش رح طول بالي يكون سبون مهم نويت الليل على القتال وخلي سنانو يلم سنانو خلي يلم خلصنا بنبيه راحت السكرة واجت الفكرة وبلش يوم جديد طلع الضو فرط الجو كلنا لبيه راحت السكرة واجت الفكرة وبلش يوم جديد اللي بيضربك اضربه مش هيك انت تقلي يا جدي طب ما قدرت عليه طيب ما هو مدعوم وأنا ماشي أصلاً مش قادر عشي سبقتني الظروف كل عمر الحياة راكدي وأنا راكد وراه وينك حكيني مش مات في شوي بس حكيني تذكر لما كنت قلي يا جدي أنا وصغير اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الرسمين أهداف ليش الحياة تركتني وقت ارسم هدف كجدي سكرت بوجهي وبدي سافر ما بدي ضيع بالمسافات بربح هويتين وبخسر هويتي هونيك بضل غريب هون بصير مختلف الله يخليك اللي شو بدي اعمل يا جدي ساعدني الله يخليك تخيل يا يونس تخيل الخيال بحل كل المشاكل هو صوص الحياة بخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسي وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة انت فنان خيالك واسع روحه ما تخاف ويا ويل ما عنده خيال يا يونس شو بدي اتخيل اللي حابب يصير معك تخيل صدق نفذ شو في صوت لطيف حدك اه يا جدي اه كل عمرك نسوان شي بدي خبر ست عليك بدي خبر تيتا بكره بشوف بدي خبر تيتا لا شو فكرك ستك قاعدة عاقلة عندكم يعني مبسوط مطرح منك فوق ليش مين قال لك انا فوق وين لك ايه ما في تحت وفوق هودي خيال مشان هيك عم قل لك تخيل تينبلع الوقت معك بخاطرك يا يونس يونس يا
يونس رد علينا. يونس بكشي شري؟ يونس وين رحب؟ عند جدي. كيف؟ كنت عم بحكي مع جدي. وشو قال لك؟ قال لي تخيل قصرت لنا قلبنا. هيها. شو هي؟ هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كيف بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معها. شو عم تحكي؟ تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟ ما تقلي تبع ولكن بلا هيها. لا 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 ولا يمكن. ممكن رز صارت لك فرصه وبتتعود بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وجه الارض. عن شو عم تحكي؟ جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي. كيف؟ تبصير تنجيم علم فلك رؤيوي. يا مامي عم تفزعني. بالعكس ما بشي بفزع، تمثيلية ولا أهيا من هيك. بيفتح مكتب القرية الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبشوف اللي جاي. حلو كتير ودارج هالأيام مثل البياتي. لك شو البياتي أحسن منك يا حواء قابل الليرة. ايه بس مش مما كيف يعمل وبصير، يعني هيدي بدها موهبة. كيف بدي يشوف المستقبل وهو مش قادر يشوفها بعد من مخوره؟ شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟ ما عنده الموهبه. عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه. كيف؟ من وراي. انا يا ادال بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس. يونس بيقولن اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه. وين؟ والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقول. فهمت عليك. انا بجيب لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف اذا كنت بتعرف عنه الكثير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور. ولحق يا معلم عن نسوان فايتت على عندك اللي بدها تعرف عن حياتها عن مستقبلها عن اولادها. نسوان انا مش مستعد اضحك على الناس. لكن الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها تتعيشها على امل الكذبه. انت مش عم تجرهم بالقوه، هن جايين لعندك باجرين لانهم بحاجه لك، بحاجه للامل للدفى للطمانينه لراحه البال لحيالله شي بدهن اياه. انت اعطيهم اللي بدهن اياه. لا لحياته المعنى. عيسى شو هالحكي البلا معنى؟ نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطرة، ننطر شي ما هو شي احسن من انه ما ننطر شي ونعيش حياتنا فراغ بدون شي. ما فهمت شي حبيبي. شو بتحكي حلو يا عم؟ ايش اشتك ناوي بتهزك فجأة انت؟ انا زكي من زمان بس مخبى ورا هالبدلة. ولك انا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله. ايه منيح ما تعلمت. شو قلت؟ شو قولك يا فرح؟ والله شغلي مش عاطلة يا يونس، مو دمشي معها. مش عيب نلعب بعواطف الناس يا فرح. الناس الناس خف ايمانها وما عاد عندها مرجعية، صارت معلقة بحبال الهوى. وانت حبال الهوى. اذا ما قال شو اللي عندك راح يروحوا عند غيرك، وانت حالة انك بحاجة بتفيدهم وبتستفيد. معه حق عيسى. كل عمرك ما تفقوا على شيء هلا صار معه حق. هالمرة ايه والفرصة بتجي مرة. بعدين هن عم يجي لعندك انت ما عم تفتري على حدا. مضبوط اللي ما بده يجي عمره ما يجي. يلا يا ريت تزبط. اكيد بتزبط. بعدين انت هون مش لوحدك، نحن حدك على طول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك مواعيدك، فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك، وأنا مصادرك الخاصة الاستخبخ. وأنا حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور. بزيادة يكفيكي شرفا. يا رب تنقش بركي بترك على مسرحة الزفت وشفت شي يوم حلو بحياتي. عبالي يصير اسم على مسمى. يا جماعة أنا فاشل بالتمثيل. أنت متواضع زيادة عن زوم. وقف وقف هبلة هبلة. نعم رنخ نظرك وهبلة. مني هبلة. عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء. بحياة الله. شو قلت الرعي شو قلت؟ عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء. روح تشيل عوينيك بتزبط. لا خليهم هن اللي عاطينك طابع الفلكي. هن اللي عاطيين؟ الا مدام مدام ابنك بخير. ابنك انت اكيد بخير. خي طمن لبالك بركي ما كانش بخير. بخير انت اكيد. خيروا له قولا مدام ابنك بخير. عرض صوتك قول. مدام مدام جيتك رزقة. جي طيب بركي مش جيتها. يلا يونس. مدام جيتك رزقة. يا برني شو اللي بقله طالع زلمي. مدام مدام معك صبي. معك ليش حبني تسمع الله. مدام كله مدامات ما فيش ولا سلامة. انت مغرومة. يقطع هبلتك. وخطيبك وفي وما بيخونك. يقطع هبلته. ورح تتجوزوا قريبا. يقطع هبلتكن. يونس حاسك رح توافق. يقطع هبلتي. يعني موافق؟ ما في غير حل. يس عظيم. هلا بنعمل بروفا بقوى زبون او زبون يفوتوا على المحل. ماش بدي خد دوري انت خد دوري. لا انا ما فيي. بيعرفوا اني عم بتسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجيهم فكر انك تعرفهم. هذا شيء في سياره عم تصف قدام المحل. خبوا كلكم. لك انت خليك هون.
في نجر ليلى سليلي مغارة تبع الكوبيه ايوه تعال هيدي اختها حبلت بعد 7 سنين جايزه وبعد مش مخبره حدا الليله ناوية تعمل سربريز وتخبر اهلها فسبان انت على السربريز وخبر اختها الخبريه السعيده يا كاشف المستور عيسى اذا بدك شيء انا مخبى هون عيسى ما تركتش وحدي يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا كرمال بناتك 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 وكرمالي يونس قلت لك فور يو تو بونجور اهلا بونجورين قصدي اهلا بونجورين سوري في ايس هيدي انت اجري 35 كيف عرفت خبره قصدي ادرى ادرى عندي ادرى مدام مدام يا مدام مدام أنا؟ أيوة أنا دموزيل ما توخزيني متمرنين على مدام يا مدام دموزيل أنا بعرف اسمك انت اسمك شو اسمك ليلى وليه 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 بتعرفني من قبل بعرفتيش عني بعرفتيش عنك مثل شو مثل شو تريشا تريشا مثلا ما قلت لك ايه هون معلني ايه هون ما رح نقول لك ايه هون يي ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون يي عشو مستعجل ما رح اقول لك ايه هون يي ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون يي بفوتوا مستعجلين ما رح اقول لك ايه هون يي يي مش هي هلا ما بدي اقول لك اياه ليك شي مشي عم بهبلها عم رنخ نظري هلا مش ايش شيء وبنفس الوقت ايش كل شيء يا مدام دموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيلة مزبوط كيف عرفت انا يا مدام دموزيل بقرة طالع بقرة بالكف يعني لا بقرة بالاجر صدقيني علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته انت عندك أخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35 مزبوط واليوم رحت عند الحكيم لأتأكد من هالشي أختك حامل ومكترة تعال ماكسيمو مينيموم واحد ردي على الهاتف ألو إيه سهيلة شو عملت بالفحص حبلي عن جد يس حبلي صافي دموع دموع إدمي ما في منك واحد أنت الخبرية ما بدك سكربيني بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعة فنيت $50 يا جماعة برافو يونس 5 دقايق طلعت $50 وعد كم 5 دقايق من $50 يا معلم عن جد بسرين ذهب خلاص ما بقى بدها هيها حبيبة أفكارك شو حلوة مش أحلى منك بس منيحة هاي دايرك الأجر هيدي فظيعة من شفتها ما خاص جوزي زكي كيف شفت اللي الدموا إدمي ما زال مش حاطين شي من كيسنا هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحية وصاحبتها خبر الجيران والجيران يخبروا الحي والحي يخبر المنطقة ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم رح يكروا اللي عندك وحدة ورا الثانية اللي ما بنعرف عنها شيء بنعطيها موعد لتاني يوم كون أنا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور طاقة القدر فتحت لنا وأخيرا رح يصير فينا نتجوز وداعا أيتها النعليات المبعثرة من حولي وداعا يا عيشة الصرامة أهلا بعيشة الكرامة بس يا جماعة هالمرة زبطت يكما تعوش تزبط مرة تانية راح تزبط ايمن انه راح تزبط وبتزبط والزبونات راح تعجوا هالمطرح يلي راح يتحول محل صرامي لمحل تبصير هي زيتها او لك بيمشي بلا دعاية اسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية تصدق انا كلامي هلا بكون خبرية وصلت لمسيا سؤال بكير ما ظنش ظنش بتشارت انه وصلت انه راح يرحب بالفكرة بدها تجيب له اجر لمحله وبدل ما يبهدل فينا كل النهار راح يرحب فينا ليل مع نهار حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي شفت وينو يونس شايف الشباب اوعى تفتش على مطرح تاني هيدا محلك هيدا بيتك هيدا نعمل لك مكتبك هون وهيك بنعمل اوفر سبوريتي لعنا ولعندك بنوزع في ناس بتقول مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة طبيب تقدمة محلات الشيك او كل جوزين طبيب بيطلع لك تبصيرها تقدمة بروفيسور يونس سكانر يا حبيب قلبي يا يونس وين كيف مخبيه هالموهبه وين ها بعدك هون انت انا حكيت الرئيس بخصوصك خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل بركي بريحني منك هذا المطلوب هو سهيل اذا بتريد عيسى من فريق العمل عيسى معنا او بلاها لا كيف بلاها يا اهلا بعيسى يا اهلا حبيبي هيدا محلك هيدا بيتك هيدا بدك احكي لك الرئيس يدلك لك على دوام النهار لا كيف خليني بالليل انا بحب دوام الليل اه ما عليك انا رايح وسع عارمه بتضوي لنعلقها على باب المحل البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي احذيه جوزيك رجالكم
فتحت يا يونس فتحت. معقولة من ورا اخبار الناس ودع الافلاس؟ ما بتعرف قول الله. طيب الناس شو ذنبها؟ ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك. وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس. أصلاً نحن بهالبلد ما عنا مروة وجلد إلا إنه نتسلى بأخبار العالم كله، غرقانين بهالفشل علقانين بهالفراغ، ننتقد كل البشر ما في شغلة فينا صاغ. هاي من يا شبه هيدا ومن وين تجوز عايدة نظيرة حبت للو مش عارفة كيف تقلو. هيدا تخانق مع مديرو، هيدا تأخر ليزلف، هيدا كدري تمشاويرو، هي قبل شي قرب. هيدي ظهرت مع عدلان وهيدي حبت فليتان، وهيدا سرب على الوحدة وهيدا سرب على التنتان، هيدا غير الديكور وهيدا بيسا ورا الحال، هيدا جدد الباسبور ومنيرة تركت البيت. هيدي هلي وهيدي جبلي وهيدي طفلي وهيدي هلي، وهيدا اللي اعلن افلاس وهيدي صايبة وسواس، وهيدي غير الحلاس وامل انغرمت بالياس، وهيدا تشارع مع الجارة موقف ع موقف سيارة، وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب ع خيو، هيدا سافر ع الكاميرون نهار التلاتة ماشي، هيدي جوزة عم بتخون فاتح لي دم وغاشي، هيدا رايح فرنسا وعنده ضرب فلورنسا، وهيدا صاير عم بيضيع وهيدي صارت عم تتسلى. اصلا نحن بهالبلد ما عنا مروه وجلد الا انه نتسلى باخبار العالم كلها، يلا يا فقر نسيني ويا سعد انطرينا. سوري بدي سكربيني. ما عنا بس جايينا، ما عنا بس جايينا. عذابك بكفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي، خليك بعيدي ومنوني عذابك بكفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي، سنينك مرقوا مثل الدهر عذابه تعتير وقهر، شوفتيني نجوم الظهر وبدك ياني كفي، ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي، خليك بعيد ومجنونك عذابك بكفي، ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي، سنينك مرقوا مثل الدهر عذابه تعتير وقهر، شوفتيني نجوم الظهر وبدك ياني كفي، ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي، من سنتين وبتشرين تعرفت عليكي انا، مرقوا شهور وشو حلوين كلن سعادة وهنا، من سنتين وبتشرين تعرفت عليكي انا، مرقوا شهور وشو حلوين كلن سعادة وهنا، داب التلج وبان المرج طلعتي انتي منك خرج، نقلتي من حرج لحرج وبعدك عم تكفي، كفي احسن ما زفر بكلامي هالمقطع رح اقفي، كفي خليك بعيدي ومنوني عذابك بكفي، يا رارارارا ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي، سنينك مرقوا مثل الدهر عذابه تعتير وقهر، شوفتيني نجوم الظهر وبدك ياني كفي، ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي، سحرتيني بغلج ودلال، زقت في ما كنت تفلي، صرفت عليكي وقت ومال، دوبتيني بهاك الطل سحرتيني بغلج ودلال، زقت في ما كنت تفلي، صرفت عليكي وقت ومال، وبداب التلج وبان المرج طلعت انتي منك خرج، حطيتك عراس البرج
حتى غيري تلفي يكفي وبرضو تما زفر بكلامي هالمقطع رح أقفي أقفي خليك بعيد وممنوني عذابك بكفي ما تعتلي همي من دونك أنا بقدر كفي سنينك مرقوا مثل الدهر عذاب وتعذير وقهر شوفتيني نجوم الظهر وبدك يالي كفي ما تعتلي همي من دونك أنا بقدر كفي كيف؟ شو قولك؟ أنا بقول هيها بدها تقبك أب إنه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب ولو يا فنان البيرجو جاي ينغشك سمعته للبروفيسور خمس أغاني قال لي هاي ما تكسر القلب اشترينا مبروك هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك رح أقسم لك حبة المسك جاست مني إلك أنت تسجيل بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول نام منيح واوعى تشرب مسقع أو سخنها صوتك سري ووطني انتبه لنا عليه اللي خلي لي هالصوت الحلو إلا عليك ولا الصوت شو البومه هي اللي بده يغني وما بيعرف دون الريه مش حرام انا ما غني الله بيعطي لحمه للي ما عنده دراس اخ لو في فلت من هالبدله كنت فرشيك يا ومسيه طيب ليش تشيل باستديو اسطنبول بطلت تتعامل مع استديو اتينا بلا بس هيدا اللحن تركي وفقا لحقوق الملكيه الفكريه بس يكون اللحن يوناني من فز عتينا ايوه تاخر اليوم البروفيسور يونس اسمه يونس وبزياده والله يومنا فاجئني يونس صار شانه عيل كثير ناقشت معه الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور كل الناس لازم تصدقوا الا انت من ورا مين صار بروفيسور انت اللي عملته بس عم نستفيد منيح من وراه هو عم يستفيد من وراك لو منك هو ماشي معك حق بس انا اكثر من هيك ما في يبين والا بنفضح وبخسر وظيفتي اي بس لازم تدق له على جامد شو 20% قليل كثر خير الله وكيومنا بالقليل عم بيع الحاني على حجته صار لهم سنين مع سنين بقلب هالعود لا بعد ناقص انت تلحن وهو يبيعون مش حلو الاستغلال انت صاحب الفكره اللي بتجيب له اخبار وهو صاحب الشهره اللي بتجيب له مقل وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح صباحو اهلا بالمدير شو كيف البرنامج اليوم؟ اليوم نهار حافل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين ياخذوا مذكرات للبروفيسور ليش بيع مذكراته؟ $50,000 بينهم حق حصري لهم بس تفضلت؟ وفي فوق 50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم حتى نربح وقت أنا مجاوب عليهم لا بجاوب عليهم البروفيسور هن طالبينه له وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار بعرف بس في بالزايطنا بدها فرح أنا عيسى أنا صاحب الفكرة ومنبع الأسرار عراسي بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى الناس عم تصدوا بلا سميتك شو هالحكي هيدا؟ شو ما قال لهم عم يبصموا له أكثر أحيانا عم تنقش معه كيف ما بعرف بعده عايزنا ما أحلى ما ظنش ظنش شفت قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا أصلا بلش يزحطوك شوي شوي ولا ممكن يونس ما بيعملها عرفت بالمظاهرة اللي صارت اليوم؟ أي مظاهرة ألوف من البشر احتجت قدام مسألة أبواق بحيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس ويحط صحيح بالعدد جديد. يا عمي هالبروفيسور خاضد الأرض مبسوط خاضد الأرض وبس برنامجه الأول على التلفزيون ما عم يلاحق حلقة اتصالات إيميلات بالألوف ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل يا عمي هالبروفيسور خاضد الأرض مبسوط طيب أي ساعة جاي المجلة؟ ربع ساعة زمان منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري ترى بده إيانا نكون حده بمذكراته شفتي شو وفي وقلبه طيب؟ أنت لقلبك طيب ألو إيه مدام أهلا البروفيسور منه هون شو بتريدي؟ آه بس الزوجة هالمفاصل ايه بيقول لك رح يمشي الحال بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين اهلين وكفرح هاي وصفة البروفيسور هاي وصفتي انا شو بدي لاحق هاي لاحق انا معطر والمصداقيه يا فرح شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم بشو بالبروفيسيوناليزم هات لنشيل الفيش احسن من نطوش اليوم بونجور كيف كله اهلا ولو مرت البروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين وخوف اذا بتريدوا بحياه الله عم بمزح عم بتمرن فيكن عم باخذ دروس بالفوقيه بمعهد فوكيست كثير مبسوطه وعم بستفيد وادي وينو يونس والله نحن بدنا نسالك وينو يونس ما شفته من امبارح هو كان عنده سهره باوتيل تفنيسيا وانا كنت سهرتي بالبيبرو بتعرفوا نحن صرنا حاله اجتماعيه مهمه بدنا نلبي كل الدعوات يا عيني عينكم تشوفوني امبارح اول ما فت على السهره كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني ولا مصوريني يصوروني والعالم يهنوني في واحد قال لي ورقكم الرجل عظيم امراه تدفعه الى الهاويه اصلا نجوميتي غطت على يونس كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور الله يشفعك شكلي منيح كرمال المقابله ميرسي بعرف حضرة البروفيسور هب انصرف
استرح شباب، انا قلت استرح شباب، استرح صدايا، جاهزين المقابله؟ يونس احنا معك المقابله؟ انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا. شفتي شو عندنا مواعيد لليوم يا فرح؟ في اربع مواعيد، اول واحد مع صحافي مشي المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع ابو الاويدي بشجع سيره الهوادج، عايزك ضروري بزياده لليوم. نقول بقلي مواعيد لبكره، في اتصالات وايميلات مجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي. مدام سالي ما عم تسال عن ابنها اذا بيلاقي وظيفه. الا بيلاقي اذا فتش. هيك واضح، بلاقي إذا فتش. مدام كامل عم تسأل عن صحة ابنها زوزو. إلا صحته منيحة إذا توقع. هيك واضح، صحته منيحة إذا توقع. مش طويل عم يسأل عن وجع ظهره. إله عنده الخرز الثاني يعمل عيب، الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس، ينام على الواقف ويشرب زي زفون. مدام نمر عم تسأل صار له شهر نايمة على الواقف مثل ما قلت لها، صار فيها تنام على النايم يا ترى؟ إلا صار فيها إذا فيها. حلو. وتشرب زي زفون. مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها. إلا إذا درس بينجح. يشرب زي زفون. دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد. إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون. وعندك مسيو برهش عم يسأل عن وضع شغله. إلو أنا شايف غامي صودا فوق راسي يمرق علي جمعة الجابر كيف بكون بيضت. حلو. يشرب زي زفون. مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسها. إلا ألف مبروك، وجع راس دليل إنه في راس، ما في شي بيخوف وخلت تشرب زي زفون. لا كينا، إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبة بلا مسح بالموضوع. يونس البروفيسور. مدام ريشا اليوم فرح تعبت، نقول لهم كلهم لبكره. يونس دخلك شو قصتها زي زفون؟ ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون، بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع. تفضل. هاي شريك، كيف كانت سهرتك امبارح؟ عاطلة جدا، كلها بالفرنساوي ما فهمت شيء. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟ عاطلة جدا، كلها بالعربي وما فهمت شيء. فهمت عليك. يونس بدي احكي معك موضوع. بعدين ريسا بعدين، بدي اتهيأ للمقابلة، في مذكراتي بتدق ولازم ذاكرتي تكون جاهزة. اشرب زي زفون. مين اجا؟ هيدا الصحافي. لا هيدا زبون في المحل. مين؟ سلمى سليمي. ما غيرها تبع الكشف؟ ايوه. اعال مكسبة زبوني الك. لا قلش ليدي. ما تتكبر على النعمة يا يونس، الله رزقك ما تبطر، البطر بداية الطفر. صحيح، شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين. مظبوط. مين هيدي؟ هيدي بيتها بشارع السلاحف، بيا مريض، اما مع سكري وخيم سافر، ومغرومة بواحد اسمه فراس بدرب تنس. شفت انه بعدك عايزه؟ اذا بدك شيء مثل العادي انا مخبى هون. جود لك يونس. انا وين بتخبى؟ على تدخيتي. نعم انا اديل حرم البروفيسور. على تدخيتي. اوكي الشيء ما بدك تسهرني الليله باي مطعم. على تدخيتي. ارجو للعالم انك بطلت عيزهم واخترت الحياه يا سيرم فلسفه معك. تدخيتي. بونجور. اهلا بونجورين. حضرتك بتبيعهم؟ كنتوا بعدني. كيف؟ ما بتعرفيني؟ صراحه لا. انا يونس كشف المستور، مش حضرتيني على التلفزيون؟ ما بحضر تلفزيون. حضرتك بتمثل؟ هيك شيء، انا بقرا بالاجر. اصلا انا مبتدئ هالقصص. ما تحديني انا بعرف اخباري. شو هالخرافات؟ ما تتحديني لينفعوا الندموا. هيك لنشوف، فرجينا براعتك يا بروفيسور. انا بعرف اسمك. والله؟ انت اسمك سلمى. بتكون تعرفني من قبل. بعرف اسرارك. ما عندي اسرار. ما حدا ما عنده اسرار. انا عم بيّن. بيّن كيف صار؟ برافو. برافو. مش منيح؟ في. مش إلك إلا. نعم. مش إلك إلو للوالد كيف صار؟ مش منيح؟ عم يرجع لورا. إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع. الله يسمع منك، بس كيف عرفت إنه مريض؟ قلت لك أنا بقرا بالإجر، علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته. أول مرة بسمع فيها. أعطيني إجرك؟ أنت عندك خي مسافر وعمره 38. صح، بس وين؟ بس وين؟ سؤال حلو، بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي عزمك المعروف. بس وين؟ بس وين؟ الخطوط مش واضحين، وينك مخبى يا أزعر؟ واحد واحد واحد. عم تكتكني. روق اتحمل شوية زكزكة تكنا لقيناه، هو بالحقيقة مسافر كندا. اه كندا. عم تحكيني؟ لا عم بحكي الرياح الشمالية، بس يبدو انه الرياح الشمالية صوتها واطي، يا ريت بتعليه. كندا. كندا. شو فيهم؟ رياح شمالية جنوبية شرقية غربية، انا وانت ورياح وبس. فظيع، عنده بلاش صدق. هيدا المطلوب. خي منيح؟ خيك بخير. وينو هلا؟ ايه عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش. يحشوش؟ يحشوش الكندية. يس مظبوط، هو مثل هلا ببلش دوامه. سامعة يا ريح شمالية، هيدي عرفتها بلا جميلتك. امي كيف هضغط معها؟ سكري وليه؟ سكري وليه يقصف عمره؟ عالي رح يوطى. عنجد؟ تنتبه على الخرز الثاني بالعمود، الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيون. شو هيدا؟ هيدا مرض جديد واصل على السوق، ولو مش سامع بالسكفيسيون. الو دواء؟ ارجوكي انا ماني طبيب، بس بقدر انصحها تشرب زي زفون. لك كيف تعرف كل هالاخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبك؟ مش خاطب دخليك، انا قالوا لي مغرومه بس، يا عيسى يا ريحاء يا ريح. ثلاث اشهر. هيدي فتتني. ثلاث اشهر كثير، انا خطبت شهر وحسيتها كثير، وبس جوزت قلت ريت بعدني خاطب. شو؟ انضب يا رياح الشرقية. سألت لي شو اسمه خطيبك؟ خطيبك شاب حلو. تيكس، بس انت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة. اسمه ساعديني يا رياح شمالية، عليك الأمان، ما حدا قاشرك غيري. هو بالحقيقة اسمه بكشي. عقل. مظبوط، ببلش بحرف الفه، رح ساعدك، آخر حرف سين. في وسين، في وسين. أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين. فوسين. هاي سلمى كيفه فراس؟ كيفه فراس؟ مظبوط منيح. طب شو بيشتغل؟ بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟
على على بنفذ سجاج. كيف هالتنس معه؟ شوفيون بالتنس، بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود فكرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له تيرفيسيان حش طاطع يا ريح الغربية دانتينا. طيب تعرف شو اسم خيو الكبير لخطيبة؟ عماد. خيو الثاني؟ جهاد. والثالث؟ فؤاد. طب امه؟ جميلة. وبيو؟ نمر شمل هلا سبعة 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 اسمه سبعة اسمه سبعة بصغير بعد فيه انت ليس بتعرف كم ولد هني خمس اخطر شو بك تعدي سليلي كلها تخفضي يا عدة طب رح نتجوز انا وفراق ما بس احكم بس رح تتجاوزوا يعني هو عن جد بحبني بموت فيكي انت بتعقي مو انا بموت فيك مو هو رح خونه بحياتي انتبهي بعد باوسي بالصفي عم تخوني هدا حلويني طرخبية حلوة ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني اوف $100 يا جماعة عظيم ممكن أخذوا خصاصكم 10 × 10 × 10 وأنا أنت 70 طبي يا ريح الغربية شرقية شرقية غربية مش مهم مهم نضبك أنت فتح بينا ما سمعتوا شو قال 10 × 10 × 10 = 70 شو هالعدل أنت لقنتوا كل شيء هو أخذ كل شيء لك عيسى إذا ما رح طالب بحقك خليني طالب لك أنا جه شو ما بعرف أحكي هيك الهيئة خلص نحكي لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه لك يا يمنى الزلمة مش بحين جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشق ايه بس الله كبير بشو برهنت له انه ما في يستغني عنك قل له يا بزيد لك نسبة كبيرة او بتفضحه بفضح حالي تعرف شو هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبية انت منافسه الوحيد ويقف على اجريه فكان بطل يا يمنى القصة كبيرة اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني يونس مش عاطل بس مش فضيلة شو بك ملبك عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه صراحه معك حق بس ما بعرف كيف صار له سطوه علي عيونه بخوفوني مش كانه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان عيسى وعاء هلا بعدك عم تلقنه ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادي وكح دخولي عقلاتي والاضرب من هيك عم تزبط معه عم تنوش عم بتسائب وكذب توقعات تانية ما ظبطت وطلعت فالصو بس الناس تحكي باللي ظبطوا شفت كيف؟ هادي عن ذكيك خلص لعيونك هلا بدي احكي معه ضروري حش الست أدرف قتلي من أخيرة وسيا فراح ما بقيت هدى عن المدير علينا يونس وين كنت؟ كنت عم فضي الزيزفون يونس؟ يونس بدك زوجي شو عرفك؟ ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع والنازل شفتي؟ انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون كتر خيرك عولك عنا زيزفون بالبيت الله يساعدني عليك عم يتمسخرنا طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟ صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا وصل الصحفي من مجال الجوقة صباح الخير يا صباح الخير صباح النور يا صباح النور مرحبا يا هلا بروفيسور كيفك؟ الحمد لله انا منيح انت كيفك؟ انا بديت عليك انا كيف مي؟ إيه ممتاز ومستقبلك عظيم بالصحافي؟ لا دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة دعيك يونس ينوس من دريا الفوقة ممتاز ممتوز لذيذ لذوذ عزيز عدود تفضل بليز بلوز اجلوس بتشرب شي؟ شو بتحب تضيفنا؟ يا فنان يا مفنون زي زفيد زي زفون رهيب رهوب بحب عرفك على ستاف تبعي وقفوا بستاف إذا بتريدوا حضرتوا فرح فالروح يمنى يمون وعيسى عسعوس شرفنا سكرتيرتك الاسيستانت مساعدك المانجر حضرتو الكل بالكل هو صديق لحن وبغني وبمشي السير نيالك ما تشد ايدك عن نيالك لا عن جد شيل ايدك استافك حلو استافي من احلى استافات الموجوده بالستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستف تفضلوا خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق مبين عليك دقيق دقوق بالاول ليش اخترت مسلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع الرفوع صراحة دفعوا لي أكتر من غيرهم صاحب مجلتكم دفيع دفوع جواد صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك قديشك شو عم تاخد قياسات ولخي شو مينك وينك ليشك قديشك بما معناه لوين لمين لكي فرقت هلا قول من الأول هيك يا رجل شوف لايك هون هونيك فوق الله الله جواب واضح طفي انا زلمي واضح هون هونيك فوق جواب رائع ما بدك تسجل عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تعتل همي انا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الافكار مبين عليك بليع بلوع يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن
الحمد لله منيح، انتو كيفكم؟ الاهل منيح تبطلوا. الله ثقافي ثقافي كلتور. ما في انا بالكلتور كتير، ما في بالكلتور كتير، ما في بالكلتور كتير، ما في. شكلت زهرة بصنع اي سيدي بعلم قراءة الطالع، كيف مين لوين؟ شوف هو لك هو حقيقة هو بشكل عام. يا سلام يا سلام، وضوح. ما في انا زلمي واضح. وضوح يا عين عليك يونس. هاي شباك وقفت قدام المراجي، شو بتقول لحالك؟ البلي تسترك سطر. هيك بتقول لحالك؟ عالسؤال بلي تسترك سطر عالسؤال. كتار عم يسألوا كيف فيك تشوف او تقرا المستقبل، هل هي موهبه قدره ام علم؟ هي ما خصك صراحه، هيدا سر المصلحه. صحيح صاروخ. وانت هرق مهروق وارجو انه ضل باطار المذكرات. شو اللي مخليك باقي بمحل الاحذيه اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى ام جفى؟ هو كفى. اسئله سخيفه يا خي، هذا المحل بدرت خير علي، كشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيس إصرام للناس وبقيت فيه وفاء مني إلو. يعني وفاء يا خي كفى. هيدي صور عائلية؟ إيه نعم، هيدي أرشيفي، خدهم بس ردهم. حلوين للنشر طبعاً. هيدي العيلة؟ إيه نعم، هيدا الوالد والوالدة. أيا هو الوالد وأيا هي الوالدة؟ شو سؤالك حبيبي؟ أيا هو الوالد وأيا هي الوالدة؟ أيا هو بشوارب وأيا هي بلا شوارب؟ المشواري بالوالد؟ لا، الوالد بشواري. الوالد بالكولو. ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني؟ مين؟ وانت وين؟ انا كنت بتاني اوضة الحايط على الحايط بروما فصورة هيك. هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت وين كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة؟ هاودي مين؟ هاودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجداتي، ست وستاتي، وجيراني وجيرانها. وانت وين؟ انا كنت بالحمام، انحشرت بالصورة فت على الحمام. اصلا ما بساع وين بدك تحطني؟ تحش حالك كنت؟ احترم حالك انت؟ هيدي مين؟ هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟ خلص. بس حلو نشر صورة حماتك يا خي. شو بدك بهالشغلة؟ بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. خلص. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. خلص. شو بدك؟ بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. الصبح انا وياك الليل. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هون. شو بدك فيا؟ خلص. شو ما بدك تبيع؟ بلا. كيف هو العدد؟ بلا. خلص اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي هون. ما بدك تبيع؟ بلا. ما بدك كيف هو العدد؟ بلا. خلص خليها معي، خذ محل العائله كلها مجموعه تتلفى مين؟ كل العائله. كل العائله. وانت وين ما كنت؟ بلا، انا كنت عم صورها، انا مصوره هالصوره. بدي شي صوره لك. ما في صوره لك؟ في صوره الاشعه، وقت عملت صوره لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس. يوني قلت لك ستريس. كيف بلشت عندك الموهبه؟ هل هي فطريه، اكاديميه، انسيابيه ام اكتسابيه؟ هاي هي اخر وحده استفسخها فيي. اكتسابيه؟ لا، اللي قبلها. انسيابيه؟ اللي قبلها. اكاديميه؟ اللي قبلها. فطريه؟ اللي قبلها. خلصوا خلصوا. فاذا اللي بعده، انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه. ودوق يا معلم. ما شاء الله شو ملم. كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم. زميلك هي شو باك؟ شو باك؟ كلك في بتكهرب. شو باك؟ رح تروحني بالقلب. شو باب؟ عذرا. رح روح فيا. شو باب؟ شوي شوي علي. شو باب؟ عفوا. بنكون ماشيين مع حلينك. شو باب؟ شو باب؟ سلي شو باك تشوف. شو باب؟ عفوا عفوا. بكفي المقابلة. بلا. ما ببيع. بلا. ما بكفي فوق العدد. بلا. شو بك؟ عفوا. شوي شوي. زميلك. ايوه. قارئ الطالع جميل البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مهرطق. ايه بس ع اكاديمية، هو هرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة. بتسمي فنك هرطقة؟ شو يعني هرطقة اصلا؟ يعني جاي من هرطقة، يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك. هرطيك هرطوك، هذا صاحبنا برج حمود عنده محل زياد. بياتي استهرتك. شو عمل بياتي؟ البياتي استهرتك. استهرتني. استهرتني البياتي.
استهرتني. شو يعني استهرتني أصلاً؟ هرتوك يعني كذاب؟ لا يا أخو الهرتو يا خي البيتي بغار شو بده فيي؟ كل واحد بيكون رزقته، هو بيته وأنا بيتي، وما حدش فوت بيتنا أحسن من خبر بيتنا عليها. أنت صاير محكشون كبير، أنت محكشون كبير. محكشون شو يعني؟ جاي من محكشي ومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش. فينا نحكي عنك. لا تتمحكش. فينا نحكي عنك. لا تتمحكش. تسمح لي؟ تمحكش. فينا نحكي عن حياتك العملية؟ حياة أنا بعرف أنك نقلت كثير شغل. نقيل نقول. كنت نقيل بالمدرسة نقول بالشغل. شو اشتغلت بأيامك؟ نحن بنعرف أنك ما بتستحي بتاريخك. طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر. انا ما تعلمت لان ما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لاني ما تعلمت. اول شغله اشتغلتها بحياتك تفرخ عند ميكانيسيا متعصب وحاطط صوره زعيم. يا يونس ناول لي الفك ال 14. نقلت على جراج ثاني يا محلى الاولاني. يا يونس ناول لي مفتاح 8. ليش بهذيك الايام كان في 8 و14؟ ايه بس بغير اسامي، كل فتره بغيروا عنوان القصمه. مره مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي. تعددت الاسامي والقصمه وحده، لازم يخترعوا لنا فريقين تيضلوا متفقين علينا او يختلفوا علينا. شوف كيف؟ هيدا قدرنا طائر الفينيق. فز جيب لي الجفت على السريع، يلا على السريع. شو خصو هلا طائر الفينيق؟ شو جايبه هلا شنطة القيام؟ عطر هذا طائر الفينيق. كم مرة بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد؟ لأنه ضروري يكون في جانح مكسور. ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع، ساعتها البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا. هين وضعي مثل وضع البلد، جوانحي مكسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي. هاي بدنا براشينج. كل نهار تبحيش بشعر النسوان والله يساعد بيشتغل تحت ايدين النسوان يا معلم. يي ليه طالعين هيك؟ مدام كثير منكسرين. مدام لونه بشيع. مدام طابيس. مدام يعني شكلي هيك؟ انت اضرب من هيك. جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك. لحظة 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 شو في؟ عم يجاوبنا؟ عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ اطلع لبرا وحش فل. برافو جيسكار. ثانكس. فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمرة حمراء. تاكسي! هي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوزو هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي التعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات. على صديقو؟ مش واصل. لوين واصل؟ على البربير. بربير؟ مش واصل. لوين واصل؟ شو مبين بارك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص ذاك المشهد. اه والله هاي انت عجبتك القصة يا عيسى؟ اعوذ بالله يا خيي حيالك مع عسعس. شد حيلك يا عيسى. شد حيلك يا كارلوس. بربير؟ ايوه. البترول؟ 2000 2000 2000 2000 طيب 2000 طيب 1000. كل نهار سميت بدل وشريعه مع زبونات والسواقه ببلدنا مثلنا كله مأخر، كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت. ولك زيح يا جيب طلع راكب نزل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخد العقل. هيدي انا. اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض. انت دبت قبلي، انا طولت لدبت كتف الفي. ضربت فريم بأرضي. ممنوع الوقفة هون يا حبوب. لوين يا موزيل؟ وين ما بدك؟ تفضلي امشي يا حبيبي. مشينا وبعدنا مشين لهلا. بالأول تبلكمت شوي وجمت فرد جنبي. حرك يا ترينز. بدي أقرب صوبة ومستحي. قرب خلصني. أنا غير فيتاس وهي تضحك. أنا غير فيتاس وهي تضحك. أنا غير فيتاس وهي تضحك. تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وأنا أضحك. عشر مشوار وقع الغرام تحمست وقررت اتجوز. وقف يا حمار. معك حق، يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف يا حمار. يونس انا عارف الجيزه صعبه هيك. عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه، كانت فرحه كبيره. واخر فرحه هيدا اجمل نهار بحياه العروس، منشان هيك بتلبس ابيض ومنشان هيك العريس بيلبس اسود. صرت بتشتغل دوبل يا معلم، خصوصا انه بعد سنه صار بطنا قدامها. شو محلية معك صبي؟ بعرف. جبنا اول بنت نورا. تقبرني صار صبي. تقبرني صار صبي. سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف. ما في اعقل منها، من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت. كل يوم بتروح لعنده. ايه انا اوبن مايند. ماكسيمو بتروح تدرس عند رفقاتها البنات واما بتوصلها لعنده. بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده.
ساعتين ثلاثة وبترجع على البيت تلفين من الدرس يا حرام يا خيي. أنا واعي على تربية ولادي بك تنتبه لهم بالأيام يا خوالي. وأنا عملت تربية بعد سنة حبلت عن جديد. شو محلية معك صبي؟ بعرف جبنا تاني بنت ميرا. ميرا تقبرني ما معها خبر شي مثل بيا. ميرا تقبرني ذهنها غليظ مثل أمها. قبل ما بيجي أنا بج موتور سيارتي ثلاث أشهر ما معي صلاة. توظفنا هون بس ما بكفي. انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو؟ صحيح؟ بتحب سمعك شي؟ لا! عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات. بس ليش ما بشيله من بيناته ونبرجع بشتغل؟ انا بدق ومرتي بتغني ديو أديل ويونس. يونس وأديل. ليديز فرست. هاي بالانجليزي بالعربي انا الرجال هون. رجال! خلت تتربى وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم. هي تغني وانا عصيبه وهي تغني وانا عبي وهي تغني وانا انبح وهي تغني وانا عصيبه. هالشامباني عم تفتل فوق روسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر يا طفر. بيت شامبين من فرح لسابين توتا 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 بيت شامبين من عيسى ليمنى توتا 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 عمره. كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويدوله في التاش تدويله وجهه 20 ثانية 2000 دولار حق 20 ثانية. نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار. عقد ناس عم تتفتح مع القناني وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات والجو واصل للجو. ليلة عيد البطل العالمي مباراة بالتفتيح والتفشيخ. أهلا وسهلا فيكم بمتحف البطل الوطني. من كافي بكرة إذا بدك تعبت اليوم. مذكراتك مثيرة. بكرة رح نحكي عن طفولتك. الولد اللي بدك تعرف عنه يحوق قدامك بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت. بعيدا عن الاحتراف فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟ لك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما. من وين؟ شفت كيف؟ طلع لبرا. بكفي اليوم لبرا يلا. انشحطت زبطت معه عبقري رؤيوي فضيع فضوح. بدك شي شاري؟ انا رايحة. لوين رايحة؟ عند الماما اخذت لها معي شوية غراض. شوفك عشية مطول. ليت مواعيده بالحقي انه شي ساعة يعني؟ ماكسيموم. اوكي. أديل أنا بحبك. وأنا كمان. يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد. بعدين عيسى بعدين عندي موعد. قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك. يونس هلا بدي أحكيك. بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك. شو بده هيدا؟ قال بدي يعمل معك اتفاق. هو بدلك على السيارة المسروعة. أنت بدل المسروعة سيارته بتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده. وما الحكي البلا طعمة هيدا؟ هودي جماعة السيارات دخيلتهم خذوني من هون. عيسى ولو أنت فزعان منهم. أنا اللي لازم أفزع منهم. هودي ما فينا لا يوم ولا رح يصير فينا. في الأرض بيختك الحب سنالتا عظيمي. نحنا من دلك عليها افتراضي وعزيمي. بتطلع لعنا ومنعمل لك عزيمي. بتدفع من رتا بلا أبواب. سرقوا لك سيارتك ليلة من عشية. سرقوا لك سيارتك ومش عارف ويني. بندلف لك وبندعيك بتطلع عنا بنهتم فيك. من ضيفك قهوة بنسقيك وبنرد لك ايه. ما تعتل هم الأكعاب أسعارنا رمزية. نحن بنرتب الحكاية ما تعصب ما تخاف. ترجع لكن بلا مراية يمكن بلا رفراف. يمكن في تسامة صور لكن مطرة بيدور. اوعك لف اوعك دور نحن المرجعية. ناخذ من حق السيارة شي 5%. نحن بنفهم الأشواق وبنسيطر عالسوق. نعرف مين هو السراق ومن عين المسروق. غلط من رد له ياه نتفاهم نحنا وياه. نحنا من الألف للياه أصحاب القضية. واللي ما بيتعاون معنا يسأل العربية. سرقوا لك سيارتك ليلة من عشية. سرقوا لك سيارتك ومش عارف ويني. بندلف لك وبندعيك بتطلع عنا بنهتم فيك. من ضيفك قهوة بنسقيك وبنرد لك ايه. ماي 3 4000 ما بعد بلا من الاكعاب. يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا. كيفك يا بروفيسور؟ لهلا منيح باختصار شديد.
نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال. شو؟ دال يعني اتفاقية. ولو ما بتعرفش يعني دال، وين سكافتك الانفتاحية؟ نسيت على الكومودينا. انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتة، وطبعا في ناس بتقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن مندلك على السيارات المسروقة، حس نحن قصصنا الشو. السيارات المسروقة! بنقول لك انزل جيبها عن طريق فلاني من سلوب الفليتاني. كتر ألف خيركم. والمفتاح بقلبها. كمان. والبنزين علينا. كمان. بنعبي لي اياها لما تقطع على الطريق، حرام في ضمير بالدق، بدك أحسن لك خدمة؟ شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟ دليفري! بنوصل له اياها نحن، بدك ندفع مشوار لعنا وعرض حر وخطر. وعرضتكم أنتم كمان. بشر! نحن والخطر ولاد العم. والله لازم يعني انت هيك بتعمل حالك فهمانه ومتدلوا عليها. نتعصب الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار يا بلاش. 1500 لنا طبعا، و300 لك بزياده على رقبتي، بس بعك في 200. اتفق. 200 دولار اتفق. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس. ايوه. وين المواطنين تيجي تاخد دروس بالمواطنيه؟ وين اسعارنا جايه؟ مش نحرق اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابه. نحن علينا السيارات الكبيره والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني. الف مبروك. فرع السيارات الصغيره الاوتوماتيك، يعني السيارات النسوانية. إذا ما دامتك سرقت سيارتها لا سمح الله، ما إلا إلا فرعنا التالي، فرع الستات. يلا بزيادة ستر يا حرمة. يا فرح، شو عم تعمل بيناتهم؟ مين فرح؟ شو اتفقنا؟ على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع على الحساب مثلا؟ نحن كلمتنا كونترا والدفع على الحساب وصلت، سيارتك صارت عنا. جو بايمن، اول مشروع ما ردلك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها. بس البنزين علي هالمره، البنزين خلاص. هيدا كارتي على رقمي وصورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا بتجي لعنا مشروع. أيوة. ترجع من عنا مطروق. ايوه. هذا كارتي انا كمان اذا بتحب www.3w.4w.. اش بلاش فلاش حلاش اتيحو اطقشت قلبي دوت كوم. شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح. ايوه. افتتاحيه مبارك يا شباب، بخاطرك يا ابن العم. الله معك كوزان، الله معكم كوزين. الحمد لله على السلامه معلم. عنا مزهر، عنا زيزفون. قلت لك مزهر. فلو فلو. يونس اسمعني شوي اذا بتريد. بعدين عيسى بعدين. هلا يونس خلصنا بقى، طفى هالكاين وصار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي. حقك بشو؟ مثلي مثلك، انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف بالحقني زوده. هيدا اجحاف، هيدا هيدا ظلم، هيدا هيدا شو؟ آخر هيدا آخر هيدا. قد ايه بدك؟ 50%، النص بالنص. كتير. أنا شريكك. إذا فت على الحبس بتفوت معي؟ لا، ليش بدي فوت معك؟ لأنه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للآخر. أنا بالواجهة هوت مخفي، اسمع مني، خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحة سلا. أقولك هيك؟ طبعاً. عيسى. إيه بس إذا ما زدت لك رح تروح عند البياتي. إذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى. يونس أنا أنا عيسى. يا خيي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي. عيسى. يمنى ولا كلمة. اصمتي. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت. على البيت. على البيت ودي. كيف؟ ولا رجال. خلت تتربى. يونس شو بدك؟ انا بامرك، انا معك للعظم. انت نابغه يونس، ما هو بدك خارقه. ليك فيك تقول لي شو بده يصير معي؟ الحق يمنع على السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا ميرسي. وليه؟ هو اخترع الكذبه وهو صدقها. يا ويلي شو عندنا منك يا عيسى. وصل الفلاني بيك، تفضل معاليك. علي الامان. عليك الامان بروفيسور، وصل معاليك. يا هلا بالفلاني بيك. يا هلا فيك صراحة. عجيلة عندك بسرية تامة تتنورني بخصوص الأيام اللي جاي. يا هلا بمعاليك، في معاليك خبرية، تفضل إذا بتريد. طمني كيف شايف لنا هالوضع إقليميا ومحليا؟ صراحة أنا متخوف، الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو أولا، رح يخدني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي، أو برجع على تجارة الكتان؟ يصر له أصلا، بس أنت كتر له. يعني بطمن بالي أو بنقل على الجهة التانية؟ شو فريني معك؟ مين ما أخذك معه شي معه؟ طيب وأشغال التانية؟ مطاط الهم، ضربيتك مثل الليرة. لا ما بدي إياها مثل الليرة، بدي إياها باليورو.
لا توفي مو في اكثر من هيك. اسم الله عليك بخصوص الجماعه الكبار بعدهم راضين علينا؟ شو وضع ركيبك بالوين؟ اذا بعدهم راضين والرئيس بحبني كتر له، والشعب بحبني كتر له، ومرتي بتحبني كتر له، اكثر وحده عم كتر لها. بدك تكتر لها من غير شيء. وركيبي مركيبي بالوين؟ إيه لا يعطيك العيف، شو بك تلحق عمرتك وعلى الشعب؟ يا مرتك يا الشعب. انا فضل الشعب بيحمل ما علينا مين للشعب. ايه واخر ضربيه شو؟ ما تفهم اخر ضربيه ظابطه. اذا فعلا ظابطه لك اكراميه كبيره. ما بدي اكراميه، بدي منك خدمه. مر. في واحد من زلمك اسمه جلبوط. شو بو مرهج؟ عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني. هيدا ما بنقدر نزعله، بس يلي في الرئيس الكبير، نقي غيره. بدي يقله. ولا ممكن، هيدا قوي. اقوى منك وانه زلمتك. انا زلمت الكبير، ما في يزعله. وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فلت زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معها شيء. هودي بيحموني. ونحن مين بيحمينا؟ ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك. انت شافت بصار، لا راح ولا اجا. فشرت. انا بالاساس فنان. من ورا سياسة امتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟ انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل. ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلة اكثر من هيك؟ فتكبر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحق لك تهاجمني. انا الفلاني. انت ماشي، نحن اللي بنعملك. ما حدا ضربكم عايدكم. الجوع بيضربك عايدك، بيضرب قلبك وكرامتك. بنجبر نطلعك، ممنوعد نعرف ننزلك. بس اللي انتو بتعاملوني، ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟ لانه مش شاطرين. بندعي الشطاره، غرقانين بالتبعيه، علانين بحلبة الخوف، مش عم نعرف نطلع منها. بالنتيجة نحن منمثلكم كما تكونوا، يولى عليكم. هات رقبتي فيها. شفت كيف؟ بسكر على الموضوع، خليك بحالك يا فنان. مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني. أنا لو بدي موت من الجوع وبسمح لحالي أي حدا مثلك. يسلك، هذا شرف إلك. فنان شو قدام السياسي؟ السياسي نصك إلا. السياسي ماشي، بس تخلص مرحلته بتخلص حياتي. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته قدامي. ناس بيحترموا السياسي. بصيروا المعلق فيه، انتوا لقلوا المجرد تسلاقي. نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا، انتوا بتدعوا الحقيقة وما حدا بيصدقكم. نحن منبقى بالذاكرة، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن منكتب بدنا نقوله، انتوا بكتبوا لكم بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلانة؟ نحن منصنع بطولات ومنكتب تواريخ. انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ. نحن منكتب مساير ومنرسم دروب. انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب. نحن منكتب حضارة وبالتكتيك بنعطي دروس. انت بتلغي الحضارة لتعبي جيبك فلوس. نحن اصحاب المطرح، انتوا اصحاب الكمبيالات. نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن ما نطلع على المسرح، انتو بتنزلوا انتخابات. العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها، شغلك كله لهالارض ونحن شغلنا للسما. أيوه يونس، انا فيني حطك بالحبس. احسن من الحبس اللي انت فيه. شوف قد في ناس بيسبوك وبيحبوك، بيحبوك مصلح، بخافوا على مصير اولادهم منك. جاي لعندك لتهزقني؟ انت هزقت حالك بمجرد جيت لعندي. يونس، هيدا الكلام بدك تدفع حقه غالي. لك روح شوف كيف بدك تضب جلبيطك وانتبه عركابك يا فلاني. يونس، ليش عملت هيك؟ مش قادر اتحمل انتيلو يا فرح. هذا بيأذيك؟ يبلط البحر. في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها. تعبان فرح، تعبان، اجلها لبكره. بس لا، ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان. شو بدي اقول؟ خايف إلا ابنك بخير عايشها بأمل مزيف، أو إلا ابنك مش بخير وعايشها بحزن مزيف. ما تقلها شيء. شو ما بقول لك؟ إلا إنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي، أنا شغلت الموسيقى، شو جايبني لهون؟ أنا ما كان بدي، أنتوا شريتوني بالقوة، أنا ما كان بدي. طيب بعد في موعد واحد لليوم، بتاخذوا؟ تعبان فرح، تعبان، أجلهم كله لبكره. بس حرام، شف فرق صار له ساعة ناطر برا، وهاتوا فوق مشوار بعيد، شوفوا على السريع وارتاح ما بدك، ما بقى في غيره. خلي فوت. تفضل يا حبيبي. بونجور عمو. هلا عمو. سوري بونجور بروفيسور. قول على السريع شو بدك. عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني عمو. بحياة الله عمو. إنه إذا بتعمل معروف. شو اسمها صاحبتك؟ اسمها نورة. بنتي اسمها نورة، تقبرني، قد عمرها صاحبتك؟ 14 هيك شيء. من جال بنتي شو اسمه بيا؟ ما بعرف، ما بتقلي، البيا معروف ما فيها تقلي منو. والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟ شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل. شو اسمها أمها؟ أديل. وين قاعدين؟ حي البلاني بنيت زليح في طبق تاني. وصلت، تفضل فوت عمي، ليش واقف على الباب؟ يا
قد ايه لك تعرفها ولا؟ من 3 اشهر بتجي لعندي على طول. والله بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها. ايه بتكون جاي لعندي. بحياه الله بيا ما معه خبر شيء، هيته غاشي وماشي. احترم حيلك يا ولد، مش هيك بيحكوا مع الاكبر منه. عيب عمو. ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه وهو بيصدق. اما قوي هيك معك حق. شو اسمك انت؟ الفونس. الفونس لك الفونس لك. بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك، كل يوم شكل مزاجيه. اليوم مثلا شفتها مع شادي. كمان مع شادي؟ ما بيصير. شو اقول لك، بس مع السهره الليله بصراحه كل شيء. اوعى تقرب على البنت يا ابني. ايه بس مش لازم يعني يا شادي. لا انت ولا شادي، لانه اذا عرف فيك بيا بشقفك تشقيف. بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي. بيا مش غيشي ابدا. بيا بيا ديك بيا بيا نمر بيا فهم. ايه بس اما بدي لي غير هيك. شو بتقلك اما؟ اما بتقول انه جوزة مشيش. مشيش بعينك. ما معه خبر شي. معه خبر كل شي، بس هو ما بدوش يحكي بحيث انه حربوه. بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي. وين في مي يا عمي؟ وين شايف مي يا عمي؟ اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي. نويت هيك قويت هيك. كل اللي نويت هيك. امبارح مثلا طلبت منك 50 دولار عيزة. ايه؟ اخذتها مش جايبه بيا بالصور واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها. هيك انا هون مصريتي حلال. بس شو بقى مولولك؟ ولا شيء. انا بحبها بس صراحة خايف تطلع مثل امها. هيك معك حق. لان امها مش ولا بد مصاحبه واحد. شو قلت؟ امها مصاحبه واحد غير بيا، بتوصل لي لعندي بتروحي وياه. ترم حالك يا ولد. صدقني انا بشوفها، مرة سمعت عم تقول له ما تتكلم حياتي، بقول له عم تمي مثل عادة. لمين بتقول له هيك؟ لصحابها، ما عجيب غير شكل. اطلع لبرا ولا؟ ليه؟ اطلع لبرا ولا؟ شو لك بتحبني؟ لا برا ولا؟ ما احترف اللي حبيتي هلا. في شيء؟ هلا اذا قديل عندك. يا عمرك بس ما خبرني شو في؟ لما تكون خبريه مش مضبوطة يا فرح. شو هي؟ انا فاشل يا فرح، كل الناس عارفة الا انا يا فرح. ليش عم تحكي هيك؟ الو؟ كيفك ستنا؟ ست قديل عندك؟ قديل ويني؟ بتعرفي وينا؟ شو قلت لك؟ عند امي. فهمت عليك. خلص فرح وقف هون. بقاش بدي كفي. ليش عم تحكي هيك؟ بقاش في الا انا وياك يا فرح. اجى لعندي تبصر له ايه بصر لي هو؟ عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقة. ما حدا بصدق. انا بدي اقول له اني دجاني كل هالاخبار فبركة من عندي. حتى لو انت قلت ما حدا رح يصدق. الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين اخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقة. لحقت ومشي حيلك كفي. خسرت كل شيء. بدي ارجع اكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح اشبع. شو بدك اعمل؟ ضبب ورجعي مطرح ما كنت. بدك ترجعني على الصرامة؟ ليش فكرك انت تركتون؟ يا محلى هديك العيشة. كل شيء بحقه يا فرح. حتى الفرح. حضرتك يونس يانوس؟ ايه نعم. انت مطلوب بتهمة الاحتيال واختلاس اموال الناس. بعرف. في مذكرة جلب بحقك نحن جايين ننفذها. اذا بتريد نفذها على السريع. يونس بغيرك؟ البروفيسور؟ ما تفخذني ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا كمشناه بنخرب البلد وبصير فيه مظاهرات. بروفيسور الله خليك شفلي رح يرقونا قريبا. بروفيسور مرتي رح تحبل. مرتك حبلي ومكترة. ما تفخذنا بروفيسور، بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك ما بعرف من اي بلا اخلاق. هلا بالحقكم. اعطوني دقيقة لحالي. رح نترك برا بروفيسور. بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟ هلا بالروحة. اوكي. طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع في فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟ شطحت بالخيال يا يونس. رحت لمطرح مش لازم تروح له. معك حق. خليني واقع بالواقع. أشرف رجع لعائلتك يا يونس واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع رجع. خلص رح وقف هاو. اصلا خلصت التمثيلية. رد علينا. يونس بدك شي شريك؟ يونس وين رحت؟ عن جدي. كيف؟ كنت عم بحكي مع جدي. شو قال لك؟ قال لي تخيل. قصرت لنا عرضنا. هيها. شو هي؟ هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك. شو عم تحكي؟ بتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟ قلت لي تبعها. ولكن بلا هيها. لا 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 ولا يمكن. ممكن نص. صارت لك فرصه ما بتتعود. مسرح مزرات ذهب. اسمع مني يا يونس. عيسى ما تكفي. خلينا نقب كلنا على وجه الارض. عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره. شو عم تحكي؟ جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي. كيف؟ لا دخيلك يا عيسى ما تقولها بلا تبصير. تبصير؟ هذه مش شغلتنا. بتودي لها المطارح ما بتسوى. عن شو عم تحكي حبيبي؟ وين كنتي أديل؟ هون. انت وين كنت؟ وين كنتي أديل؟ فيني كون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا. انت مدري وين صرت.
صار؟ صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء. يونس حاسس بشيء. فرح انت ادم يا فرح. خليني اياه. بس انت انت حي كبير انت، وعد قربي صوبه انت حي كبير انت. يونس ليه عم تحكي معي هيك؟ انا حي. وين كنت اديل؟ ايه علينا. حبيبي وين راح راسك؟ ما تغزوني يا جماعه، شطحت بالخيال كثير، خلونا هيك، صدقيني يا اديل هيك منيح. خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحه. بلا افكار وقلت لك هيك منيح. انا فكرتي قلت لك لا. لك ليش لا؟ والله مصلحه مهمه، كونتينر تصليح دوليب على الاوتوستراد، حطك جوره قدامه ولحق على شغل يا معلم. حبيبي شو بتحكي حلو؟ وانا بحكي لك الريس من شان الرخصه. ريس؟ من ابن خالته. ابن خالته. والله فكره مش عادله يا يونس، مو ضمشي معها. ليش هو في غير دوليب؟ في امن انه فيك بتغيره. بدك شي شيري؟ انا رايحه. وين رايحه اديل؟ عند الماما. اكيد يلا صار بدك حكيم، انا ماشيه. ما تفرزوني يا جماعه، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقه. تخيل انت بخيالي ذكي، انت محتالي، اديل مش ولا بده، وانت غني كبير. الله يحقق خيالك يا رب. لك يا يونس سمعتك عم بتقطب صير ما تبصير، والله منيح على هالفكره. عيسى ما تكفي تمثيليه ولا اهيه من هيك، تفتح مكتب القريه. عيسى وقف هون، انا مشوف لك الاخبار بالتفصيل وانت بتقول انهم متمهنين. سكوت عيسى. شلبيات احسن منك يا حو ابو الليره مكسر الارض. الله يخليك سكوت. نحن شعوب الانتصار. لك سكوت ما توشنا. حبيبي وين سيارتك؟ من هون. شو ترون السياره؟ وين صفصتيها؟ وين راحت السياره؟ معقول ولو شو الواحد عز النهار؟ لك يا عيسى تحرك. ما في عامل شيء يا خيي. طيب معك رقم البياتي؟ لشو؟ ليدلنا على السياره. ايه بفيدك اكثر مني. ولك تحركوا، شو ما في رجال. هو ما في بس جايينا. بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن السيارة؟ سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها. كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟ شراب زي زفون.